أهلا بكم. نستهل جولتنا المغربية من تونس التي تصاعد فيها الجدل حول مسألة الجهر بالإفطار في نهار رمضان، بعدما أصدرت محكمة ابتدائية حكما بسجن 4 شبان لمدة شهر بعدما أقدموا على ذلك، وذلك بتهمة المجاهرة بما وصفته المحكمة بالفحش. ردا على ذلك، دعا نشطاء إلى تنظيم مسيرة تحت شعار مش بالسيف في 11 من الشهر الجاري للمطالبة بإطلاق الحريات الفردية فيما يتعلق بالإفطار العلني خلال نهار رمضان. سبق ذلك نشر عادل العلمي، وهو رجل دين ورئيس حزب تونس الزيتونة ذي التوجه الإسلامي، مقاطع مصورة التقطها لمفطرين خلال هذا الشهر. هلا هنداوي حاورت عادل العلمي جنبا إلى جنب مع نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المحامي بسام الطريفي، والناشط في المجتمع المدني وأحد منسقي تظاهرة مش بالسيف عبد الكريم بن عبد الله. سألت العلمي أولا إن كان ما يقوم به من ملاحقة لمفطري رمضان أمر يجب تركه للسلطات أم لا، فقال: ذلك جهد الجمعية. نحن اليوم في حزب سياسي، حزب تونس الزيتونة، والسنة المحمودة انطلقنا فيها منذ سنة 2011 وإلى يعني 2017 رمضان الذي نعيشه هذه الأيام المباركة. نعم، كان هناك إلى حد ما تطوير وتحيين الحملات وهذا الجهد المتواضع. سيد عادل، إن سمحت لي، ما هو السند القانوني الصريح الذي تعتمد عليه بأن ما يحصل هو مخالفة قانونية؟ نعم، هو منشور ومرسوم وزاري يعني في عهد الوزير الأول محمد المظالي في سنة 1981، سري مفعول ويطبق من طرف يعني السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. نعم، ابقى معي سيد عادل. أتوجه إلى المحامي التونسي سيد بسام الطريفي. استمعنا إلى وجهة نظر السيد عادل. من وجهة النظر القانونية، هل ما قامت به المحكمة التونسية بإصدار الأحكام، هل هو تطبيق قانوني محمود؟ حديثا على الحكم القضائي الصادر عن محكمة نحيل بن زرد، أقول أن هذا الحكم جنب الصواب، باعتباره أن هذا الحكم استند على الفصل 226 من المجلة الجزائية، والذي يعاقب كل من يخدش الحياء ويعتدي على الأخلاق الحميدة. أولا، أن الإفطار هو عمل، هو يعني عمل بشري لحاجة بشرية. الأكل والشرب ليس عمل منافي للحياة وخادش للحياة ومخل بالأخلاق الحميدة. لأنه في بقية أشهر السنة، معناه خارج شهر رمضان المعظم، شهر رمضان الكريم، هذا الفعل لا يعاقب عليه القانون، وبالتالي لا يعقل أن يعاقب عليه القانون في غير الأشهر المباحة. عفوا سيد بسام، هذه النقاط أنت ذكرتها فيما يتعلق بالمبادئ العامة والدستور التونسي، يقول تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، الإسلام هو دينها. هل استفادت الأحزاب والجمعيات التي توثق ما تسميه المجاهرة الإفطار في رمضان هذا الأمر بأنها ذات سيادة والإسلام هو دينها؟ نعم، نحن فخورين بهذا الدستور، بدستور 2014 الذي جاء بعد الثورة، يجب قراءته في مجمله. أنا لا أعرف الغايات التي يستند إليها حزب ضيفك. أنا لي قراءة قانونية، يجب أن تقرأي كذلك الفصل السادس. نعم، لأن السيد عادل ذكر القانون الصادر في عام 1981، هذا مرسوم وزاري من عام 1981 مخالف للدستور، يجب قراءة الدستور الضامن للحقوق والحريات. يعني هذا البيان الوزاري سيد الكريم، يعني البيان الوزاري لا ينسدل تحت العباءة القانونية؟ أنا أعتبر أن هذا البيان الوزاري مخالف للدستور، للدستور سنة 2014. تمام، دعوني أذهب إلى السيد عبد الكريم بن عبد الله، المدون والناشط في المجتمع المدني، والذين دعوا بالأحرى إلى التظاهرة مش بالسيف. سيد عبد الكريم، مش بالسيف، ما هو الصوت الذي تريدون أن يصعد إلى السطح؟ نريد من المواطنين أولا ممارسة حقوقهم المدنية التي يقرها الدستور الجديد الذي نعتز به، من ذلك مواصلة نشاطاتهم العادية تحت حماية القانون، تحت حماية الدستور كما هي. هذه الحملة، هذه المظاهرة هي نتيجة حملة شرسة من شخص يقوم بزيارة المقاهي يوميا مصطحبا معه كاميرا، والتي هي في حد ذاتها، والأستاذ المحامي معنا يمكن أن يؤكد ذلك، هي عملية تخترق الحقوق
شخصية لكل ما تنقص. هذه التظاهرة أو المظاهرة التي دعوتم إليها، ألا تعتقد أنها سوف تؤجج الموضوع أكثر؟ سيدتي الكريمة، بدأت حملة فاطر منذ 2016 على أساس أنه مجموعة من المسلمين يتبادلون الأماكن المفتوحة والأسعار وأوقات الفتح والغلق. كنا نعيش في سلام إلى 2016 إلى يوم هذا بصفة متواصلة، ونعتنى أولا بالمجرمين والملحدين. دعني أذهب إلى السيد عادل. سيد عادل، استمعت إلى السيد بسام والسيد عبد الكريم، والآن أنتم تقولون بأن هذا الأمر الذي تقوم به، سواء كان التصوير أو أخذ من ينفذ القرار، بأن الغاية منه هو وعظ التونسيين. ألا يجدر بأن يكون الوعظ بطريقة أخرى غير تصوير الآخرين؟ اللقاءات كانت ودية، وكان هناك تجاوب. من يصور ليس عادل علمي، أحيانا تكون قناة فضائية. أذهب إلى السيد عبد الكريم، أنت استمعت إلى السيد عادل، كيف ترى رد عادل؟ أنا أرى أن تصريحاتها كلها كذب. أذهب إلى السيد بسام المحامي في تونس، أعود إليك بسؤالي الختامي في هذا الحوار. عندما يقول هو المجاهرة في الإفطار في رمضان، عندما يقول بأنها تستفز مشاعر الصائمين، أين هم الصائمون من كل هذه الجلبة؟ كيف يمكن احترام الصائم بوجهة نظرك من الناحية القانونية؟ أنا شخصيا أن يتجاهر شخص بالإفطار أمامي فهذا لا يخدش، لا أعتبره لا يخدش من الحياة، ولا يمسني شخصيا، ولا ينقذ صيامي. جميل، دعني أنتقل إلى السيد عبد الكريم. سيد عبد الكريم، كيف يمكن احترام مشاعر الصائم؟ أولا لنكون واضحين، ليس هناك تجريم كما قال الأستاذ المجاهرة في الإفطار في رمضان، لكن من باب الاجتماعي وهو اختياري أن لا تخدش صيام الآخرين بمجاهرة بالطبع أمامهم الأشخاص الذين يدخلون لسبون القهوة، وذلك ذو جانب اجتماعي بحت وليس جانب جزائي. دعني أذهب إلى السيد عادل. سيد عادل، كيف يمكن احترام الصائم وغير الصائم على عجالة إن سمحت؟ الامتناع عن التجاهر، نعم، لغير الصائم أن يفطر داخل بيته داخل محله، لكن لا يجاهر ولا يستفزنا ولا ينتهك الشهر ويلبس تونس جبة الكفر والإلحاد، وهذا يذكي الإرهاب. عادل العالمي رئيس حزب تونس الزيتونة ذي التوجه الإسلامي، وقبله استمعتم أيضا إلى عبد الكريم بن عبد الله الناشط في المجتمع المدني وأحد منسقي تظاهرة مش بالسيف، وأيضا المحامي بسام الطريفي نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وكنتم مستمعينا قد شاركتم بأرائكم على صفحتنا على فيسبوك هنا لندن على سؤال نقاشنا اليوم: إن كانت المجاهرة بالإفطار في تونس تعد حرية شخصية أم استفزازا للمشاعر وأمرا يجب معاقبته؟ محمد خسوانة يرى أنه يجب على الدولة معاقبة المفطرين في رمضان، مؤكدا على ضرورة احترام الآخرين، وقال إن المسيحيين في بلادنا يحترمون مشاعر المسلمين حسب وصفه. وافقه الرأي مستخدم أطلق على نفسه اسم الملحن محمد عبد التواب، اعتبر أن المجاهرة بالإفطار ليست حرية، وقال إن المسلم الذي يجاهر بالإفطار يحارب الله على حد تعبيره. محمد ناجي حافظ وصف المجاهرة بالإفطار بالأمر المستفز لأكثرية الناس، وقال إنه يعتبر خروجا عن الذوق السليم وليس حرية شخصية حسب قوله. غير أن مجاهد علي يرى أن المجاهرة بالإفطار أمام من وصفه بالمسلم القوي المعتز بدينه وقيمه لا يؤثر عليه بشيء. من جانبه قال رؤوف أليكس إن الصيام أو الإفطار يعتبران حرية شخصية وليس بهما ما يضر أي شخص. وبدوره رأى مصطفى محمد محمد أن المجاهرة بالإفطار حرية، ولكن يجب أن تكون مقيدة بعض الشيء، وقال إن هذا ليس تعصبا منه ولكن احتراما لشهر رمضان. ختاما وصف أوسفليل المجاهرة بالإفطار بالحرية الشخصية، وقال إن التونسيين ليسوا في حاجة إلى شرطة دينية لتنظيم هذا الأمر الذي اعتبره ليس بالجديد في تونس، واتهم الإعلام بأنه السبب.